سنة كام؟ طب كويس والله. في طيب تقييم كنت لسه عمال اقول ايه اللي مين زينب؟ وقف يا زينب. لا خليكي قاعده خليكي قاعده. مبسوطين طيب من ان الفصل بقى عدد اقل ولا افتقدتوا صاحباتكم طيب اللي اتنقلوا؟ انتوا لسه انتوا اول سنه السنه دي عشان اولى، هم بقى اللي يعرف الموضوع ده تانية، بس كويس ان هم دخلوا على طول الحمد لله. على السنه دي كانت المدارس خاوية على عروشها بصراحه، انما كده المدرسه بقى ليها طعم بالطلبه وبفضل التعليمات الجديده. طيب يعني حضرتك دلوقتي متوسط يعني الانتظام نقدر نقول عليه كام في الميه؟ المتوسط بنوصل 70% و80% الحمد لله. السلام عليكم. الفصل كم واحده بقى انتوا دلوقتي بقيتوا كام؟ 37. علمي الامور احسن دلوقتي مع اعاده توزيع الطلبه والعدد اقل طبعا في ممتاز الحمد لله. حضرتك اكيد بقالك يعني كذا سنه في المدرسه ولا ايه؟ طول عمرك؟ طيب يعني بقالك لا ما رحتيش مدارس تانية يعني انا بقالك. طب هي يعني حضرتك تقييمك للتجربه الجديده دي انت من وجهه نظرك؟ لان جزء التكنولوجيا مع البنات بنتكلم عنه بنتناقش على الموضوع ده هل سلبيه ولا ايجابيه، يعني البنات حضورها في المدرسه كتير، ابتدى الاسئله كتير، التنوع في الاسئله، المدرسين اشتغلنا ما شاء الله، احنا كنا مفتقدين للشغل بجد، كنا مفتقدين فعلا ان احنا تحب مادتها تحب تشتغل في مادتها. الحمد لله يا رب.